تعاني بلدة الطرة في مدينة الرنفة من تردي حالة البنية التحتية، ما أثار قلق المواطنين الذين طالبوا بضرورة تدخل الجهات المعنية قبل حلول فصل الشتاء. إلى التفاصيل. تعاني الكثير من الطرق في المملكة من رداءة البنية التحتية فيها، كما هو الحال في بلدة الطرة في مدينة الرنفة، حيث شكى مواطنون من سوء أحوال بعض الطرق، مطالبين الجهات المعنية بالتدخل والعمل على تحسينها قبل دخول فصل الشتاء. الوضعية بالشارع صار لها أكثر من شهرين بنعاني منها بنفس الوضع. كان بالصيف ولا بالشتوية، بالصيف غبرة وبالشتوية دائما طايفة بالمي. اللي بده يجي من الشارع حاضر، طبعا هاي فوق عندك بلد ثاني تقريبا، بلد ثاني الشارع حاضر الرئيسي للحارة هاي كلها او للبلد هاي كلها، بتراجع ولا حياة اللي من تنادي، لا بالشارع لا بالزفت، حفروا دشروا صار لهم تقريبا شهرين، صاروا تقريبا شهرين حفروا ودشروا مثل ما هو، وهاي الشارع السكر لا حدا بيقدر يمر منه ولا حدا بيقدر يجي. من طالب البلدي انهم يعجلوا بتزفيت الشارع، لانه احنا مرضنا والشجر خرب والدور يعني مش قادرين ننظفها، ولا السيارات ولا حدا قادر يمشي بالشارع، بتسكر الشارع من جهه بتفتح مجال للسياره، اذا وانت ماشي قاعد بتتغبر، كيف اذا مرقت السياره حتى لو عمالها بدها تغبرك وتغبر الدار وتغبر السياره، بتقدر يعني في دور مثلا تنشر غسيل على الحيط خلينا نقول، ما بنظفش الغسيل، تغسل السيارة ما فيش ربع ساعة بترجع منها مليانة غبرة، بدك تقعد انت باب الدار ما بتتهناش بالقعد من الغبرة. عدم وجود مخصصات كافية هي أشهر جملة لدى المسؤولين، والذي بررت بها بلدية سهل حوران واقع الحال في البلدة، مطالبة وزارة الإدارة المحلية بالدعم للعمل على تحسين الخدمات المقدمة من البلدية. في هناك عندنا ما زالت هي منطقة الطرة اللي بعدها العطاءات كقيد التنفيذ، بعد هناك حاجة لبعض الشوارع، وهذا هو طبعا موضوع ضمن العطاءات الموجودة الحالية. أما بالنسبة للمناطق الأخرى فقد انتهت الشوارع فيها كلها معبئة، تقريبا العطاءات أخذت كل منطقة نصيبها وحصتها من هذه العطاءات، إلا منطقة الطرة بعد هناك بعض لم تأخذ نصيبها كامل ولكنها قيد التنفيذ. ما زالت البلدية بحاجة، ونتمنى على وزارة الإدارة المحلية أن تقوم بزيادة حصة بلدية سائل حوران حتى تقوم من تنفيذ مشاريعها، لأنها مناطق واسعة وشاسعة وأرض سهلية. تتعالى أصوات المطالبة بتحسين واقع الخدمات المقدمة والعمل على حل مشاكل الطرق التي أصبحت تؤثر على المارة والمركبات أيضا، وتكبد المواطنين كلف صيانتها. مؤمن رمضان، رؤيا